Good morning, good morning, good morning. نهار جديد. لازم نعمل تشالنج نسميه كم كيلومتر بقدر اعمل بنهار بلبنان. من بعد بشر عرسال هرمل البقاع برمي على الضنية وهلا على جبيل رجعنا عند مين؟ عند مازن. يلا لسه ونص ناطرة. عود تفضل. هيدا هو خان جبيل، هيدا هو انا برايي جبيل لانه هيدا التراث القديم اللي كان رجعنا احياياه من جديد وحبينا نحن نفرج جبيل من الزاويه اللي نحن بنحبها. خان جبيل بحاكي الماضي والحاضر، هو كنايه عن ليبانيز فود مع تويست صغيره. من اشهر ان تعرف سوبر دوبر اكسايتنج تحت لسان فوق الحلق تحت الحلق كوش كوش على الاول. رح نبلش بهيدي تيكون خلص الباقي. عاملين عجينه رقيقه 3 بواحد، يعني لبنان بمنقوشه كلها سوا. فيكن تبرموها هيك، فيكن تبرموها هيك، وعندكن صاروخ ارض ارض. منبلش بالزعترات، عجينة تحميصتها عظيمة، قرشتها مثل ما لازم، طراوتها مثل ما لازم، والزعترات حاجين مثل ما بحبهم. المنقوشة اللي بتحكي عن حالة واحدة، المنقوشة اللي بترسم الضحكة على الوجه، جبنة وسمكتها جوا، الزعترات العظيمين، العجين النافخة مثل ما لازم. واو بلاجر انسايد اوت. ختام وهمس هالكنافة مجدل، قطر على الوجه، رشة بستو، قرش عطراف، قصة كبيرة، قصة كبيرة 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 كبيرة. واو ليتس جو. انتوني عبالي كتير تجي سانست لعنا، اليوم ما رح نلحق بس انه نيكست تايم رح نفرجيكم اكثر، نعرفكم على المحل. ومش طالع وحده، طالع مع رفيقه. يلا رايحين بالبحر هلا. يب بدكم افكار لمشروع كتير حلو كتير هين وما بكلف شيء؟ تعالوا تمشوا الصبح الساعة 8 الصبح ببور جبيل. انتو والصيادين، انتو والطبيعة، انتو والرواق. اسمعوا صوت الطبيعة، السيارة بتقطعك العشر دقايق هيك، ريحوا راسكم. هاي انتوني، جورج مجاهد من جبيل. رح نطلع بالبحر، الشباب ناطريننا، السمكات معهم، رح ناكل سمكة نية كتير طيبة. We'll be right back.
هيدا نوع من الجربيده مكحلات ونحن بنقلها، وهيدا فريدايه صغيره، وهيدا ميرلان. هيدا سمك غمق بيطلع 400-500 متر، شغله كتير صعب ومش كل العالم تتصيد عليه لانه كتير بيتعب، بس شيء سوبر طيب. هاي السمكة انا رح اعرفك عليها، هيدي سمكة الشترب، هلا صغيرة شوي، ما سيئة بشلنا واحدة كبيرة، بس هيدي السمكة كتير طعمتها قريبة على الكركند لانه بتاكل قريدس وبتعيش على 500 متر، ماي سوبر نظيفة وطعمة سوبر روعة. هيدي فريداية بتتاكل مشوية، بس من اطيب السمك للني، لحمتها كتير طرية وبيضة. قديه فراش؟ مش معقول قديش فراش، لونها، لمعتها، التكستشر، ما كانوا عم تاكلوا كوبي بيف. مش معقول البحر قديش نقي، قديش المي نقية، عم نقدر نقش على تحت، ورواق رواق رواق، بحر زيت مثل ما بيقولوا، هوايات رائعين، مش معقول أجواء شو حلوة، شي بيطول العمر. هيدي الصخرة اللي هون طفولتي عليها من أول ما خلقت لعمر 10 سنين، كل صيفيتي كانت هون، كانت مطعم الوالد فتحها، وصارت كتير حلو، وعلى أمل إنه نرجع نقدر نفتح هيدا الشيء. حلو عربي وبوزة من بعد هيك برمي بدها يعني نخلي درسنا شوي. Let's go. المحل الأبرز اللي له 200 سنة بسوق جبيل، جدي وبيي ونحن، المشبك والمعكرون، العويمات، القطايف، هالأشياء هيدي نحن كثير مشهورين فيها. أبداً أنا قبل 80 سنة بعد عم بشتغل فيها بشيء. كان يحط الصدر على راسه ويصال على جسر وين ويرجع، كان أبرص. نحن مثل عنتور، جدي الأبرص كان وين؟ أبي يعرفونا شلا الأبرص جدي لأنه كان ملمص، بيقضونا على حلو العربي هي مش شتوية، وهلأ على البوزة. يلا هلا البوزة أكيد. شفتك عم تاكل بوزة هذيك اليوم. عربية بلدية and very very fresh، كتير طرية، ما فيها قرشة من جوا مثل المي، بتحسه بطعمة الفواكه مثل ما لازم. تمشي بجبيل unconventional، بلشنا بسمك ناي عبكرة، كفينا ببوزة، الشباب وراي، وهلأ صار وقت قالولي لازم نعمل سكرة بعد الساعة 10، بس في باب بجبيل بيفتح بكير، يلا عبيله يجي ياخد درينك ويروق راسه. تمشي بجبيل تاخد العالي، وخاصة بقضية الجمعة الصبح روين. I love it. House of cocktails هون، شوية الكول تنرجلج للنهار كله. جبيل جن لبناني، فيه 8 بوتانيكلز، فيه سينامون، كورياندر، جينجر، ليمون بيل، كامومي، درايد ابل، روزماري، اند ديفينتلي جونيبر. انتو بتعرفوا انه الجن بينعمل من اللزاب، جن تونيك كتير خفيف، كتير لذيذ، منه مر، سلس، واللي ما بيعرف اللزاب صرنا مصورينهم كتير هول هم. سو عنا هلا جن بيزل، اول شيء 5 حبات بيزل، وعندنا 6 سائل جن،
ثلاثة سأل حامض وثلاثة سأل سب السيرو. أنا منير أبي عاصي كوفاوندر أوف جبال. جبال يلي هي إيجين لوكالي ميد هون بلبنان، كل البوتانيكالز اللبنانية اسم جبال يعني بتعني جبال بالكنعاني. الزيب هو المين انجريدينت تبع الجن. عنا كذا تايب اوف جن، عنا دراي جن، عنا النيو ويف جن. نحنا مينلي تحت الخانة تبع النيو ويف جن، يعني بتكون اقل حدية فيها الجونيبر، بتكون زهرة هي دايما دومينانت كاركتر بين البوتانيكالز بالجن. من هون منكفي عن مين؟ عن سلام. سنة مصورية معه مرتين بحالات، اكيد حلقة بلا ساج ما بتكون حلقة. يلا تشيرز. ولك اهلا وسهلا. وين نحن؟ نورة حالات. يا حالات 100%. حد الكنيسة، شو اسمها الكنيسة؟ مرجريس. ما بتضيعوا، بتوصلوا دغري هون. سلام الراعي من حالات، الي شي 16 سنة فاتحة عطول هون، وكمان باخد اعراس صبحيات عندي فان كمان، وعطول بتلاقاهم بحالات. شو جاي تاكل؟ بقول اكلها من زمان يا خال، قنات عليك من زمان. جيب لك قنات ويسكي او قنات عرق، ويسكي تبع الهنود حطيها هون، حتى شوين اشرب ويسكي عادي. المهم ما نقولش شو بدك تاكل. اعمل لنا واحد جيب، معناتها ينفع حقها، معناتها ينفع حق روقي. هيك انا سموني ام الفقير. قديش يعني؟ يعني ببلاش لعيونك. نحن اللي بيجي لعندنا المعول وحياتك. يا حنونه. ايه والله زعتر جبني، جبني وكشك وكشك. اهلا وسهلا. اوه ركبت ركبت ركبت، مش عم تمزح يا زلمة. خدات عمري ما انفحت. طيب يلا. اهلا وسهلا. هي الزعتر عندها هون مثل البشانة. ما نحن ملقطين هنها وكله بلدي هيك. طفعا بس انا بقول لك بنزيد لك شوي. ايش بدك تزيد لها؟ بتركبها هيك مثل اللقمة اللبنانية. ايه. وبتعملها هيك. ايه. وبتاكل. بدنا صح تاكل انت ولا انا؟ عم بعلمك تعلم كيف تاكل. فهمت قصدي؟ ايه فهمت. اوكي. هيك كشك معجبني. معلش. سلام غير الشكل. ايه؟ طب كيسة يا زلمة كل جعت. يلا يلا يلا. بحبهم كثير حلوين. انا انا حلاوي. يلا خلينا. جبني مع كشك. كثير مشهورة فيها. غنية. كريمة. هون معاون نقعد كل ليلة، إذا مش كل ليلة كلها اللي بعد ليلة نعمرها. هون من قشتها ما تغيرت من 3 سنين اليوم. انت ولا أروع من هيك. أوه قريبين هون ما توخسنا. من أروع ما يكون، من أروع ما يكون. عجينة بسكوي، جبنة على القد، ملوحة كتير خفيفة. رجع بدك ترجع، مش تبع خاطرك يعني. بدك ترجع إن الله راد. من دون ما أقول لك أنا بدك ترجع. من دون ما أقول لك نحن نحس القعدة معكم لا يمل منا، لا يمل. معك لا يمل. معكم كمان. الله معكم، الله معكم. مرسي مرسي مرسي. أهلا وسهلا. شوفك قريبا. عطول تطلوا علينا. باي. أهلا وسهلا. نحن اليوم بالبربارة من أحلى الضياع على الساحل بلبنان. نحن عنا أحلى مينا، أكيد أحلى مينا بالنسبة لإلنا مينة البربارة. في عنا الشخاطير، في عنا حوالي 10 صيادي هون بيهتموا، ناكل سمكاتنا طازة من البحر دغري، بينزلوا بيتصيدوا الشباب وبيشولوا لنا إياه هون. واليوم أكيد رح نعمل ندوقن سوا. عنا هون الشط، شط كتير حلو، واليوم رح نقعد هون على القعدة كتير حلوة. والعالم مثل ما شايفين في عنا بركة لأولاد الأعمار صغيرة للكيدز مشان ما يغرقوا، وعنا أكيد open space للبحر لكل الأعمار، في الصغار يسبحوا والكبار يسبحوا والكل بيكون مبسوط معنا.
اهلا وسهلا فيكم بميت البربارة سناك ايميليو. بنقدم عقاس بنشيلهم من عندنا هون على الشط، ومثل ما شايفين الشط كثير حلو عندنا ومي نظيفه، ومشهورين باكله سمك العقاس وتوابعه. بنفتح من الساعه 6 الصبح للساعه 7:30 8 عشيه. نحن بالبربارة كلنا ايد وحده، بلديه وحده، ونحن كنا مثل بتداور السلطه. هيدا الرئيس جديد وانا ايد بايد انا وياه، ونحن بنحب ضيعتنا، ونحن هدفنا تكون ضيعتنا مثل اوروبا. نحن بالبربارة كل البربارة از انشورد، عندها هيلث انشورنس، كل البربارة مضمونه، ممنوع حدا من البربارة يتبهدل على ابواب المستشفى. يعني عندنا هذا المسار ببلش من هالنقطة، بعد عندنا فلش بحث هالنقطة هون، ورح نزرع هون الكابتوس كله لأنه بيعيش على البحر. مثل ما شايفين هلأ نحن على المسار، مسار المشاة البحري. هذا المسار طوله 950 متر، بيور ناتشرال اللي عملناه. الأرضية مثل ما شايفين بحص، بحص ناعم ومحطوط دغري على البحر، يعني فاصل هالمسار بين الأملاك الخاصة والأملاك العامة، وهيدا بشكل 30 ل 40% من طول شاطئ البربارة. بعد عنا قدو عمرتين ثلاثة لتاني جهة رح نحاول نستكمل هالمشروع الكبير هيدا. هلا نحن كمان شو البيربس والأوبجيكتيف؟ نحن جينا خلقنا هالمساحة هيدي تيجوا العالم أهل الضيعة وكمان المنش من الضيعة نستقبلهم هون ويجوا يستمتعوا، بس كمان نحن منحب انه يهتموا بهالمطرح ويحسوه مثل بيتهم لقلهم ويتركوه نظيف. مثل ما شايفين نحن كبلدية عم نجي نلم مرة ومرتين بالجمعة النفايات، بهمنا اهلا وسهلا باللي بيجي بس يحفظ لنا عليه مثل منه. ايميل سعادة شرطة بلدية، مثل ما هالوظيفة يعني مهم تبرم بالضيعة، بشوف المخالفات، بشوف العالم طبعا الحديد اللي بيجوا بس يفوتوا بين البيوت، تكمش اللي بيهربوا بنزين، عرفت كيف؟ وهيك كل النهار بارم بارم انه مشان امن الضيعه. بنصليهم من 3 لـ 4 ساعات، نغير لهم عصبيتهم من 3 لـ 4 ساعات وبنستفقدهم. في قفص ثاني ما في شيء تركته، ما في فاضي وفي عشب. شوف كيف بتصير العملية هيك بنجمعهم، حبيت كبيرة أهم شيء صغير نرده على طول. طلعوا يعني وراي 4 أعضاء من 8، البلدية كلها اجتمعت، البقية ببيروت عندهم أشغال مش لأنه ما بدهم يجوا. تخيلوا البلدية كلها اجتمعت تستقبلني، كله عم يشتغل من قلبه، شباب مهضومين، ما في حدا حكي سياسة، ما حدا حكي عن حاله، كله حكي عن بلديته، عن الأرض، عن هيدي المنطقة اللي بدهم يرجعوا يردوها وتصير من الأراض مثل أوروبا وأكتر وكل العالم تجي عليها. كتير منكم بيقطع على البربارة أوتوستراد وسامعين أكيد بالحرب، ما حدا ما سمع بالحاجز، بس هي أكتر بكتير من هيك، هي منطقة على البحر وفوق الطريق الرائعة من أروع ما يكون. عم اتغدى، الكل قاعد وراي على البحر بأجواء كتير حلوة وهوايات رائعة، ومن هون منكفي المشوار. فعلا قديش في اشياء مهمة، واللي قاله الرئيس كتير مهمة، 1500 بلدية هي 1500 دولة، وحشد التكل على الدولة ما طالع من أمر شيء. أكيد زفتنا فيك تقول إنه هولي عمرهم ساعة. أنا والرئيس عم ناكل، بنبلش بالسلطة أكيد، خبز المقلية، فقه وكب الميات. خفيفة نظيفة جوسي مالحة ناتشرلي بيوتيفل. هلا رح يصير في سمك الركب، بنفقيها بنحطهم على الخبزة هيك هيك. عقصولة هلا هون صرنا بالمنتزه البربارة، بربارة
بارك وعند قعدة كوزي مثل ما شفنا عاملين ريستوران قعدة كوزي. ليه اسمها كوزي؟ لأنه القعدة كوزي اسم عم مسمى. مثل ما بتلاحظوا هون عندنا البلاي جراوند، هي جبناها من دبي أكيد تبرع من حدا مشان أولاد صغار. عندنا كمان للأصغر للكيدز، كمان عندنا بلاي جراوند لألون خصوصي، عندنا مكتبة للأولاد إذا حدا حب كمان يقرأ كتاب. وهون مثل ما شايفين في عندنا القعدة، عندنا الخيمة الأساسية. هيدي القعدة هون هي للبلدية بأرض مشاع ومفتوحة لكل العالم، أهل الضيعة واللي بيحب يجي لعنا أهلا وسهلا. وبنفتح من الصبح لآخر الليل من مبدأ للساعة 3-4 وأهلا وسهلا بالجميع. دومينيك عساكر، نحن بالبربارة بقعدة كوزي، أكيد مثل ما شفت عن جد كوزي، محل كوزي، حتذوق أطيب لقمة، very high quality منستعمل. وأهلا وسهلا فيكم بالبربارة. هلأ حالياً عم نعمل chicken honey mustard. أكيد العسل هو من منطقة البربارة، عسل سندين بلدي. حاسس الهاني غير شكل. خبزه على القد، دجاجات على القد، والعسلات بالاخر very interesting. انتو ببيت البربارة، هيدا كان سابقاً مركز لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر، وبسبب الحالة الاقتصادية قررت ما أترك مصاري بالبنك واجت فكرة بيت البربارة اللي مكون من بيت أطفال شوارع وثلاث بيوت قديمين عمرهم فوق 130 سنة. هلأ رح نعمل برمة ونشوفهم كلهم. عنا ثلاثة بيوت لبنانية قديمة طابع اللبناني التراثي، حجر جوا حجر برا، وعندنا 6 يونتس من بيتراوحوا من حجم عادي لشخص او شخصين للفاميلي روم او غرفه عائليه. رائع. عم فوت من اوضه لاوضه لاوضه، من باب لباب لباب، مشغول صح. جيست هاوسز في كتير وكل العالم، صار في اكثر من 1500 جيست هاوس او بيت ضيافه بلبنان. هيدا مشغول صح، وفينا خبركم شايف كتير التفاصيل، الحمام، التخت، التغطاية، المنشف، الشرشف، القعدة، الكرسي، الطاولة، التلفزيون، شرايط، المخبية، الضو مظبوط، القعدة برا، الموسيقى، البيسين، وفينا كفي بعد. مشغول صح، برافو. لا انا مرتجي جاي ينام هون. مشغول صح، بيفتح القلب. نبيل، تعرفت على نبيل من زمان، كان يجي لعندي على الكلينيك بيشنت عندي، وجيت لعنده قبل على البيت على البربار، وبتذكر بوقتها تعرفت على الضيعه، بيعمل شغل رائع، فاتين هلا عنده على الاتوليه. أنا نبيل عبد، أنا بشتغل بالفنون الجميلة، يعني هلأ بالوقت الحاضر بما أنه مش عم بشتغل بالإزاز، أنا مبدئياً بشتغل فيتراي، فيتراي يعني إزاز الكنايس، عم بشتغل بالورق، يعني عندي بالكولاج، هلأ في سيري خصوصي لبيروت، إذا بتاخد التابلوات هونيك، جاي الفيرست أنيفرساري تبع الكارثة الكبيرة، يعني الصور يلي عم نشوفهم هني صور أخذتهم من المدينة نفسها وبفرطها وبرجع بجمعها. يعني لحد هلا وصلنا لمرحله انه بعدنا عم نلعب، في محلات بتروح وبتجي. اجى لعندي على الكلينيك لقيت جاتو على كوسا، مش بوز على كوسا، جاتو على كوسا، زوكيني بريد، وانا كدشت.
قلت له بدنا نشتري بدنا نبيع بدنا نعمل لك دعاية، قال لي لا ما بتعمل لي دعاية محل. هلا اليوم قلت لكم دعاية فما بعرف اذا 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 راح يبيع منهم، بس انه فيني اخبركم انه شيء جنون. هو ماي فيمس زوكيني بريد، والزوكيني بريد مثل ما بيقول الاسم في كوسة، والكوسة نحن بنستغرب وقتها بنسمع انه يفيت على الجاتو كيف يعني، بس فعلا بيعطي مش نكهة بس بيعطي رطوبة، لانه الكوسة نكهته مش كتير قوية. هاي مش هعطيك اياها الحرف الا اذا بتحب الحرف. So, مع الزوكيني بريد في عنا والنوتس يلي هو الجوز، وفي عنا تشوكلت شيبس يلي هني حبوب الشوكولا. كان بالفريزر من 4 ايام، بعده جوسي، بعده بيفرط، ما بيكسر، قرشة الجوزة بعدها، الشوكولا عظيم، ريحته رائعة، فيه كلاس، فيه فيناس. بونجور، اهلا وسهلا فيكم شباب، اهلا وسهلا فيكم بأوتو سناك. أوتو سناك فكرة طلعت معنا من 7-8 سنين، كنا على الأوتوستراد، رجعنا حبينا ننزل على قلب عمشيت. أوتو سناك بيتميز بالفروج المشوي على الفحم، على الفحم الحجري، على الطريقة الأمريكانية، مش على الفحم السنديان الطريقة التقليدية القديمة. هون احنا بنعتبر مش أنا بعتبر، يعني أنا ماني أذكى من غيري، بس اليوم هذا صحي أكثر. بلشنا هلا بالاشياء الجديدة، البطاطا، الحمص، الدجاج على الفحم، قاعدة على رواق وبتعبي الرأس. مثل ما لازم تكون مغنجة تغنيج مع ريحة الفحم المضبوطة، ولا ما عم بقدر أوقف. من البربارة على عمشيت، لقمة غدا غير شكل، سناك على الطريق. قبل ما نكفي المشوار هيك على اصوله. كل البرمة بميل، ويلي هلأ رح نشوفه بميل تاني. جانا على عمشيت وبوجه البيت في منحوتات بتهبل. هيدا نتعرف على الفنان بيير كرم. نحيت عندي شوية أعمال بلبنان ما بعرف فيهم، اللي بيعرفوني بيعرفوا أكتر دي عندي أعمال بلبنان بالصخر وبالخيم وبكل أنواع النحت. دارس بكيف، متخصص بكيف 7 سنين بالنحت هيدا اختصاصي، وعلمت بجامعة الكاثوليك 25 سنة. بعمل كروكيات تا اعمل كومبوزيشن تا اوجدها، برجع بشتغل بالطين. هلا الديتاي على العين، العين هي اهم بروبورسيون بتجيبه، اهم هي بتكبر وبتصغر. بعدين في عادي بيصير يعني بالنسبه لإلك يمكن بتحس انه انه كيف كبرها وكيف صغرها، بالنسبه لي هيني الشغله. فهو العين هي أهم شيء، ما بدون قياسات وبدون شيء، على الإحساس. وعادة العمل على الإحساس هو بيكون الأزبط، وبتيجي النسبة الأزبط ولو إنها مش مزبوطة بس هي بتكون الأزبط. Thank you.
هودي الروس الصغيرة، هودي مش بس راس، هيدا شقفة من تمثال، أنا بكب الآلة بترك بس الراس. وقديش حلو العين ما بتشبع من النظر، من التفصيل، من شكل الإنسان، من شكل الرجال، من شكل المرأة، من 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 كل رمش برمشه، عن جد شي روعة. شو أكثر سمك مشهور هون وشو الناس بتطلب أكثر شيء؟ أكيد السمك البلدي كل العالم، يعني قبل كانوا يركزوا على كل شيء imported، كانوا بيقولوا نكا فيه طيبة وكذا، ومن بعد ما طلعت قصة التلوث البحر كمان هذا الشيء ضرنا شوي زيادة كسمك بلدي. بس هلأ من بعد الغلا اللي صار بالأزمة الاقتصادية اللي عم نوقع فيها والغلا اللي صار على كل شيء imported، فالعالم عم تركز على كل شيء بلدي صراحة، لأنه صار سعره تقريبا بيساوي كل شيء imported. هاي أنتوني، أهلا وسهلا فيكم بالريج. بالنسبة للشاليات عنا هن صغير وسط وكبير. الصغيرة بتساع بين 2 و 4 أشخاص، يلي هي عنا 1 دبل بيد بلس كاتش، بتفتح بتصير صوفا بيد بتساع 4 أشخاص. الوسط هي أوضة نوم مع سالون، والأكبر هي أوضتين نوم مع سالون. انبسط بالقوض والعشرة كمان. دجاجة جوسي، البرجر مظبوط، كمية الخس بقلبك كتير انبسط فيها، بتقرش قرش وبعدين بتوصل على اللحمة اللي ما أنا ناشفة أبدا. Good stuff. أنا بخصني هي مش مطعوجة مظبوط. من البحر على الجبل، من الجبل على البحر، برمة جبيل بتكفي بالحلقة الثالثة. وعدناكم برمون كلهم سوا، صرنا عاملين تقريبا 40 ضايعة، والخير لقدام الله راد نقدر نوصل على 90 يلي موجودين كلهم سوا بالقضاء. جبيل بيبلس شغلة كتير مهمة، هي مش بس المدينة، هي كل الضيعة المهمة اللي حواليها، وكل وحدة فيها شيء، كل وحدة فيها أثار، كل وحدة فيها رومان، كل وحدة فيها فينيقية، كل شقفة فيها شيء كتير مهم. ومش بس هيك، الشعب الطيب والأكل اللي بيعقد والخضار والأشياء الكتير مهمة اللي بتعمل من لبنان أحلى بلد بالعالم. مشوارنا بكفي بقهوة لبنانية بكل فخر، ومن هون نمشي. مورنينج هاجر، كيف الحال؟ منيح؟ تعرفنا على بعضنا تقريبا من سنة صاروا؟ تقريبا
بتعملوا مون هيك انتوا بالبيت انت والعائله؟ مزبوط. ونحن وين؟ بمجد العقوره. مجد العقوره وعند شيبوب كمان. خلينا نحكي شو عن مجد العقوره ونبلش. شو وين مستعجل؟ احنا رايحين ناكل. مجد العقوره هي ضيعه اذا بدكم نبع نهر ابراهيم بيطلع منها اللي هو نبع الرواس. احنا موجودين بمنبع الرواس. اوكي. مجد العقوره اللي هي ضيعتي من اجمل ضياع جبل لبنان. بتطلع بتعلى عن سطح البحر تقريبا 1800 متر، من 1600 ل 1800 متر. سو بيزيكلي شتويه كثير ثلج وفيها اطيب لقمه عند شيبوب. يلا شاطر بالجغرافيا بنبلش بالترويقه. بونجور بونجور. هاي انطوني، اهلا وسهلا فيك عندنا بمجد العقوره. نحن المحل اسمه عند شيبوب، بنعمل ترويقات كله كونسبت كعك السنة. ترويقات كعك بجبنة، جبنة وجمبون. بنعمل حتى غدا بالكعك، كله كعك، سبمانين بالكعكة، بيتزا بالكعكة، كله هيدا ستير. اوكي، عنا جبنة بلدية هولي المام بتعملون، اللبنة كمان نحنا بنعملها، مكدوس، خضرة، مربى كمان من مونتنا، وكله بالكعكة، الجبنة، جبنة وجمبون. اهلا. انه بساعدهم نتعاون مع بعضنا، وبعمل لهم شوية مونة، جبنة، لبنة، مربيات، هيك اشياء. الكعكة شكلها كتير حلو، كريمة كتير كتير، بتتقدم مفتوحة. هي كعكة العصرونية اللي كتير مشهورة، الجبنة عليها، طلع الكمية. واو، كمية الجبنة، نوعية الجبنة. والكعكة على القد وملحتها مظبوطة وقرشتها مظبوطة. مين بيقول؟ قاعدة حلوة والمنظر حلو. الكعكة كتير كتير غنية، فاجأتني. أول شي نوعيتها والحشوة طبعاً، جبنتها اللي بتمغط عن جد مش منتظر كنت أبداً. وأكيد عندهم البيض بقوارمة والجبنة والعدة كلها سوا، والمربيات والمونة اللي بتاخد العقل، مبينة فيها نفس ومبينة معمولة بحب بالبيت. شقفتين بتحطوا معهم على الأصول، مربى الطين كويس، وبتاكلوا مثل ما كان يعلمني جدي، مربى وجبنة، خبز مرقوق، pure pleasure. وصلنا عند بيت شكن عن طرباي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم انتم بضيعة مجدل العقورة، المجدل اللي معناها المكان المطل المشرف والحصن بنفس الوقت. المجدل تمتاز بمناخها وبطبيعتها الحلوة وبميتها، وعندهم أشجار متنوعة من الثمار، من التفاح وكرز وخوخ ولا ما هنالك من أشجار تعطي ثمر، وشعبها كتير طيب وكريم وبيستقبل الضيف بكل محبة. ونحن بهالضيعة هون بعد عددنا شوي مقبول، ما كبرت كتير الضيعة لأنه بالأساس حدا عدة عيال، هالعيال عم تتكاثر مع الوقت. صرنا اليوم من عد تقريبا شي بحدود 1300 منتخب. عنا مختار واحد وعنا بلدية. مقطوعة. Thank you.
أهلا وسهلا فيكم ساعة اللي بتحبوا. أنا اسمي شربل السخن والكنيسة موجودة ساعة اللي بتريدوا. أهلا وسهلا فيكم. لك شوية لحم عجين معود انت تاكلها، سفشعلي لك وين الغيبة؟ قالولي عم ضلك برا. ها قلبها مثل قلب البلد، بعده ابيض بس حلو، ان شاء الله البلد يتغير. هلا دولار 1006 اليوم. بعد شيء اول مشوار جيت لعندي كان دولار 1005، هلا 1006 غلي 100 ليرة بس. شفت هيدي بلا بصل انت بتحبها، شفت هلا بلا دورة؟ هاي كلها زومبي تفضل. والله وصلت على فجأة عفيك. الجمعة بيكون الناس فايتة الناس ظاهرة وهلا طالعة سبت أحد شو بعد المشاوي وكذا؟ مشي بعد مشاوي ومشي. هلا أنا مشي قلت لهم بدنا نروق شوي لأنه في إنه قصة الفريش ماني والبنزين، لو ما هيك بدي أقول بإنه شو عامل قال لهم خاطب اليوم عم بخطب تميش بكثرة لأنه ضعف تلاقي بصير بس كتر خير هلا أحلى هيك شكل صرت الله يخليه لك أنت مشبه وعم بخدم الناس وعم نعطيها لحمة وكتر خير هلا أهم شيء لحمة طيبة معلم عارف الحياة دقيني ولا طعميني من ضيف الناس وكان يمكن صار التاريخ بخبر عني أساسا بكرة بكتاب جنس لحفوت ها هايدي هون هاي أطيب فاضي أصوله هلا أصول هلا أنا بجي لهون كلمة لحم عجينه يعني إذا كنتوا بيا بنشوفه فهر مرة هيا وقالوا المرأة صدفة حسنا يفتكروا محام هذا حاضرينا إيه إيه لأنهن بالأمس عنده لحم روعة عنده لحم عجين روعة قالوا لايف أون لايف عندهن يعني. عجينة روعة عجينة روعة والنفسية أروع لانه من طعمي من قلبنا صارت كل العالم اذا بدها تضيف فنجان قهوه بتعمل لك حسابه على الفريش ماني لحمته ها. عظيمه هو جو روعه لحم بعجين تبعه بتاخذ العقل يعني بيحرز مشوار على قرطبا بتعرف كم الف واحد بيجيك من اخر الدنيا لهون اي والله لانه بحبوه كثير اي والله عم بحكيك جد يجوا هني لانه باشي عم يلاقوا نفسيه طيبه مع احترام العالم كله وحياته بيلاقوا بيقولوا لي ما حدا شو عملت لك قلت له العالم علم طفل الانبوب وطفل المعجزه على طول بده يطلع بالكره الارضيه واحد طفل الابوب وطفل المعجزه ولكحوا اطفالكم لا ينفعوا النادى جيت باكج انت ايه جيت باكج شغله ايه باكج اخو شنيد بس جيت يلا انت بي الفقير وكاس العريانين ومشبع الجعانين بطل 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 بحبك ليش طيب؟ ما بعرف هي المحبه بتيجي من عند ربنا كريم لذيذ حبوب ادمي لحمته روعه من اروع ما يكون كل شيء بتشتريه بالحياه الا المحبه كل شيء بتدفع حقه الا تتحب واحد يمكن بتقبض حقه اول دقيقه بتبوسه على خده وبترجع بتبعثه بظهره انا لا انت بتحبني من قلبك حسيت شيء باصبعك لا بحبه كثير أول شيء ما فيك تجي على العقورة غير ما تفكر بالشهامة الشهامة ما فيك تفكر فيها غير ما تفكر بالحصان بعدك هون؟ روح كفوا الحلقة أنا بيه أمير أمير صار من رموز الضيعة ما فيك تجي على الضيعة غير ما تشوف أمير بسيكريت ليك عقورة سيكريت ليك هاي أنطوني نحن عقورة هيدي عقورة سيكريت ليك هيدي بركة كبيرة ما بعرف إذا جينا عليها قبل مرة هي رادوب قلب الماي نحن منأجره بيجوا عالم بياخدوا غدا أم عشا وعنا خيل وعنا بيدالو حبيت الفكرة كتير كتير بركة سقاية مثل ما هي هلأ ميتها نظيفة طقسة حلو شمسات روعة كلها شجر حواليها وبتجوا بتقعدوا انت وعائلتكم برايفت بالنص وبتتسلوا وبتشوا وبتعملوا بدكم اياه اول ما يخلص الوقت وبنرجع كتير حلوة الفكره شو بدها شوفير بدها معلمين بدها معلمين مجلسه
مش بس مهضوم لذيذ، وجهه هيك بيبي فيس، ايه قاعد ياكل مبسوط من الشجرة. طلعوا هايلايت يعني كأنه رايح عند الكوافير. ايه يلا امير بسم الله عليك. كل شيء بنعمله بلدي هول عن زيت قدامك، وكل شيء بنجيبه كله اورجانيك، لكي مي ولا شيء سويد معزي بيكون. ومثل ما انك شايف هاي العيشه اللي عايشينها بالطبيعه بالبريه، كل شيء شايفه قبالك هذا لنا وعايشين هون يعني عن زيتنا وغنماتنا وكلهم هون بنذبح منهم وبناكل، وكل شيء اسمه حليب وكل شيء اسمه لبنه وجبنه وكله من عندنا. مستضيف العالم بهذه الطريقه وكله قدامهم عم يصير، فكرمال هيك العالم بتحب تجي لعنا وتشوف الطبيعه هيك على حقيقتها مثل منا. انا صنائياغي الغصين دير الاحمر، ساكنه باللقلوق، بصيف بسيده القرن. عندي كل شيء موني بلديه، عندي صاج بكل خبز السخن مع كل تشكيله المناقيش، مع كمان بنطبخ كشك بقورمة اذا الطقس كان شوي بارد. كمان عندنا البيض بقورمة زياده مع المنيو اذا كان حدا بده. نحن موجودين بسيدة القرن، موجودين بمنطقة هون اسمها مرجريمة، بهالربعة اللي بحبها كتير وفوق بالسيدة. أنا بتمنى على طول إنه يكون في موعد للي بحبوا يجوا. ريحة الخبز، هاي العجينة خبريتها، كنت مرة عم نخبط على الصاج وعم ناكل كلنا سوا. بقوم جوزي بقول لي يسلم ودياتك يا مرتي على هالعجينه، على هالخبزات شو طيبين. قلت له اللي جن بحبي جنيت عجنته، ارتضيته حبيب دخلني عجنته. الخبز اللي عم ياكله بايدي عجنته، سقيته من روحي تتخمر وطاب، وبلش يطلع الخبز كتير طيب وبعده طيب، وان شاء الله يكون على ذوق. لانه حتى ما نخلي الزيت يغلق النار وتفضلوا. صح 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 صح. غريب الاحساس بين نص قرشه نص علكه يعني مع بعضهم. شو برقيقه الهواء اللي بقلبها بقدي بفرجي قديش مرتاحه، لونها اصفر شوي، عن جد ريحتها ما بقدر افسرها. اول مره بشم ريحه صاج هالقد حلوه، نافخه مزبوط، مرتاحه مزبوط، مخمره مزبوط، تفرط فرد، تقرش بشكل كتير حلو. فعلا من اطيب ما يكون، من اهم صاج اكرم بحياتي. هيدي لحمه خنزير معوصه مسيو خالد، عملنا اياهم ترونشات، جايبنا اياهم. بدهم ماكسيموم 10 دقائق على هي الطريقه. لحمه خنزير ضروري تستوي، شوف لونها. فاللي عنده كشك يعني ما بيجوع عن جد. هيك الكشك
اللبن المجفف مع برغل وكل العدة، هالكشك يلي فيه حدية كتير حلوة. ما بعرف ليش متاخد انه ساعات واحد بقول كشك يعني اكل خضارية، لا ابدا، مين ما كان فيه يأكل كشك؟ كان زمان. ومع السمسم ومع هالعجينة العظيمة التانية، شو هالاختراع؟ غريب غريب لمعته، غريب هاللمعة، مثل كأنه سكر. هلا عم نعمل طلامي بسمنة. طلامي بسمنة صح، لكن زدت كمية العجينة بس أرق شوي، خليها أسمك، أصغر شوي أسمك أكثر. صح. هلو الزبدة، حطيت الزبدة أول شيء على أول شيء زبدة صح، بعدين هلا هي بتدورونها. أو ماي جود، هلا بس رح تدوق الزبدة رح تعرف عن شو عم بحكي، إنه منا الزبدة بس منا كتير تقيلة. هي شو بانكيكس على لبنان؟ مش طيبة خطرة، لأنه واو بيعرف بده بدل واحد في واقف وزبدة، يعني بتحسوا بكم تلعصوا شفافكم من بعدها. نزيل لحمته بيضة مش حمرة، شكله بيضيع مثل الدجاج بس من جوا سوبر جوسي، very nice texture. يلي منتظر يأكل لحمة بتدوب مثل الزبدة، مثل أنا كوبي بيف غلطان بالعنوان، بتكون طرية إذا حطيت بالفريزر مثل ما لازم. صح. سوبر فاتي، very enjoyable. ما بدها غير مثلا أو صوص شعيرة أو موتار دو ديجون غير شكل، وتحسه بقشرتها بين سنان عم تخزق تخزيق. قريشة وعسل أكيد، بس قريشة مع هاي بعد أهم بكتير. ننزل نزول عندكم أول شيء القطر او المي تبع تبع مربى القرع، وكل شقفة قرع قرشتها اقوى من تاني. هات ناخذ لقمة تانية وبتفقع بتيروا السكرات من المكان. الف صحتين، ناطرتكم بالسيدس القرن، ناطرتكم بالربعة مارجريما، وحيث ما تطلبوني تجدوني، والرقم بتعرفوه. ومرسي كتير وبهنيك على أسلوبك لأنه أنا شهينة أكلاتي. ربعة مارجريما. مشروع غير شكل، هذا مشروع يعني وقت الناس كانت عم بتسكر المطاعم كنت أنا عم بفتح. بلشت بدولار 6000 انتهى ب 15000، وشايف اسم الله الحمد لله الشغل كتير منيح وكتر خير الله. هذا فضل ربنا، دخيل اسمه مر شربن، أنا ناظر نفسي إله هو يصل فينا الحمد لله. أنا وعائلتي وشباب اللي معي كلهم بلا زغرة صاروا 12 سنة مثل فضل حكايتي مثل ولادي. نحن قلنا زمان بالمصلحه، يعني بي له شي 35 سنه تقريبا، وانا من عمر 12 13 سنه تقريبا بساعده بالمحل، وكل 5 6 سنين بنطور حالنا شوي صغيره. هلا صرنا هون ساكنين باللقلوق، كنا فاتحين بجبيل وسكرنا، هلا صرنا ساكنين باللقلوق. كل شيء ميزه اكل عربي، اكثر شيء نحن مشهورين فيه اللي هو الفتوش دجاج، كل شيء عصبة مقانق سجق المقالي، هو كتير مشهورين فيهم نحن. ناروشي نقمة ورا التانية وبكفي المشوار. المطعم بينعرف من الحمص والحمصات على القد، البطاطا قرشتهم من برا ولا أروع من هيك، مثل ما لازم قد ما لازم. وبعدين الناس بتقصدهم كرمال هيدا الشيء، كرمال الدجاج المشوي على الفحم. ها
يعني ريحتها طريحة الأرض والفحمات الغير شكل. حمدها مظبوط، ريحتها مظبوط. كونفورت فود. بتحس عبالك بتحس تشيل تحت لسان هيك بصم سوء، قد ما حامض قد ما طيب قد ما مالح. بيرفكت بالانس. والفتوش وبطاطا حرة والمقانة وغيره وغيره. طيب متصلى بالدجاجات هلا ونكفى عليها بعد شوي. لازم خبركم خبري، هو مطعم كبير وثلاث طوابق وحجر وبيلفت النظر على المتقل. انتو فاتين على اللقلوق وبتحسوا حالكم فاتين على محل مثل كأنه في شركة وراه، بس اول ما تاكلوا اللقمة بتحسوا قد ايه لقمة بيت. الفتوش ولا اروع من هيك، طيب طيب طيب. الخضرة، الحمود، السمسم، السماعة، بردون، القصص، التفاصيل كتير مهمة. كل شغلة معمولة بحب وواضح. ومحل كبير بس قلبه صغير كتير وردي يستقبلكم كلكم سوا. مبسوط بكل تفصيل من الأكل، من المقانة على البطاطا على الفتوش. أكسر الجوب عم مدخل اللقلوق وما بيضيع بآخر إهمج. محل اسمه نقروشة، تعالوا نقرش سوا. بيعرف رأي انه الكنبية اللي بقى على ساعة وصباطي، فقال لك نيجي من قاعدة هون. فنحن عم نبرم، قال لي لازم نقص شعرات. مزبوط، واي نوت، بعرف هاروني. روني بوملهب من لبنان اكيد، ومبدع وبحب قص الشعر من انا وصغير، ويعني فاجأتنا كمان بالصور. صراحة بعرف كيف بدي استقبلك، وشرف لإلي عظيم اني انا اشوفك واتعرف عليك. روني الصالون بعقد، يعني انا قلت بنمشي نهار تحت عقد، بس ما قلت بقص شعراتي تحت عقد يعني. صح، وفيه هيك فيه بركة، فيه بوزيتيفيتي، موسيقتك حلوة. هلا اي شازام حطيت عندي اي تيونز، شو كمان؟ وفيه نظافة وفيه غراض مش شايفهم عم حلاق قبل. ثانك يو لإلك. يعني نحن ما بنلمس شعر صراحة، نحن بنلمس القلب، نحن ما مندق بالشعر. أنا وقت اللي بقص قصة وبتكون حلوة أنت من جوا بتنبسط، معناتها أنا عم دق بالقلب ودق بإحساس، وهيدا المقص هي القطعة الموسيقية تبعي. أنا بدونها ما بعرف أمشي، عم جوع كل مرة. روني اليوم عم بحكي عنك مش عني. روني بدي لك برافو ميرسي، طلع قديش حلو. شكرا. يعني مش عم بقول عن حالة حلوة، عم بقول القصة حلوة. أحلى عالم أنا كتير مبسوطة أنه أنت عم تزورنا اليوم. It's a pleasure having you in our house. هيدا المحل هو مطعم سمك، بس كان بدنا يكون أكتر من مطعم سمك، يكون experience. يعني ما يجي واحد يحط إجري تحت الطاولة ويفل، كان بدنا أنه يجوا الناس بكير يتسبحوا يتشمسوا يتغدوا ويعملوا sunset ويفلوا ويفلوا avec des souvenirs. وكتير منبسط وقت الناس بيقولوا لي أنه وقت بيجوا على الفيدار بيتش هاوس بيشوفوا أحلى شيء بلبنان، وبيرجع بصير عندهم أمل شوي إنه هيدا البلد هو بلد حلو. يعني من نسيون أوقات مشاكلهم وكل شيء قطعوا فيه. بدي بلش بصحن الحمص العظيم.
بتبلش بالحمص يلي سوبر كريمي على قد طعمته على قد فيري ويل بالانسد ما في شيء مغطى على شيء وعن جد بيرفع الراس. بدي كافي بالساشيمي اللبناني اذا فينا نسميه بالسمكه سوبر فريش على صحن ثلج رائعه منها مشلشه معمول مثل ما لازم ونفسها كثير طيب. وبالاخر كوين اوف ذا تيبل هلا ودعتنا ومثل ما هي واو شغل كتير كبير كتير 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 كبير مش معقول مش عم بعرف بس الاحساس تحت السنين. Amazing place, amazing vibes. وهيك بتخلص حلقتنا يومين تالت حلقة بجبيل. صرنا تقريبا مغطيين أكثر من 60 ل 70 ضيعة وقفت عد هن 90 والأغراض هنخلصهم كلهم سوا وأكيد نرجع نكفي على كل لبنان اللي عنده أكثر من 2200 ضيعة كل وحدة أحلى من الثانية. مشوار بأحلى بلد بالعالم بكفي وناطرينكم يعني ما في غيركم تيزينوا. يلا تيك كير سي يو نكست تايم.